بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من يوم السقيفه الى قيام يوم الدين احبائي المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج طبي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأسك السلام وهذه الحلقات المختصة بأجوبة الأسئلة من حضارات السادة المشاهدين رحبوا معي أحبائي المشاهدين بضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي حياكم الله يحفظك إن شاء الله أيدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين ايها المشاهدون الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله الله, إيه الله, الله الله سماع الشيخ بالخدمه حبيبي الله, الله يديك ان شاء الله. آه الله. ايضا لدينا سؤال نبدا به هذه الحلقه سماحه الشيخ من الاخت ام زينب من العراق آه الاخت ام زينب تريد مكونات الدواء الجامع للامام الرضا عليه افضل الصلاه وازكى السلام اعتقد سماحك. سلام الله هي تقول باي كتاب موجود هذا الدواء؟ موجود هذا الدواء في طب الائمه لابناء بسطام. لا. المهم ان هذا حقيقه هذا الدواء دواء من العجائب في تعاليم اهل البيت عليهم السلام. ان صحت الروايه لكن في التجربه ان العمل بهذه الوصفه راينا ما راينا منها من عجائب، مثلا هذه الوصفه نافعه يعني هذا الدواء الجامع نافع مثلا للدغ العقرب او مثلا او الحيه او خفقان القلب او بروده المعده او مثلا الوجع في الجنب جدا نافع او لازاله الحصوه من الكلى او علاج السعال علاج <applause> آه الالتهابات جدا نافع آه علاج الكآبة تقوية القلب أو جاع المفاصل بالأخص اللي عندهم منشأ البرودة يعني يعتبر أن هذا الدواء مكوناته أدوية حارة نعم. يعني مفردات حارة آه لكن كل هذه الاستعمالات تشخص آه بحسب تشخيص الطبيب يعني. يعني ممكن كل واحد يجي يستخدم هذا العلاج ممكن يضر نفسه لكن بحسب تشخيص الطبيب يستخدم هذا العلاج. ثم ان كل استخدام يختلف عن الاستخدام الاخر، مثلا اذا تجي للحصو مثلا اذا اردت ازاله الحصوه من الكلى لابد ان يستخدم مع ماء الفجل والسداب. اذا اردت مثلا للخفقان تستخدم هذا العلاج. مع ماء الكمون مثلا فكل يعني مرض بحسبه مع شيء يضاف على دواء الجامع للإمام رضا عليه السلام لكن بالنسبة إلى تركيب تركيبة هذا الدواء نرجع إلى نفس أصل الوصفة التي جاءت من قبل أهل البيت عليهم السلام حتى أقرأ لك نفس العبارات يقول قال حدث حدثنا حدثنا عبد الله بن عثمان قال شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليه السلام عليهم السلام برد المعدة في معدتي خفقان في فؤادي يعني توجد برودة في معدتي وخفقان في القلب فقال الإمام عليه السلام أين أنت عن دواء أبي وهو الدواء الجامع. قلت يا ابن رسول الله وما هو؟ ما كان يعرف الرجال. قال معروف عند الشيعه يعني ذاك الزمان كان معروف عند الشيعه يداوون بهذا آه هذه الوصفه. قلت سيدي ومولاي فانا كاحدهم يعني انا واحد من الشيعه فاعطني صفته حتى اعالجه واعطي الناس اما اعالج هذا الشخص او اعالج نفسي وأعلم الناس الآخرين يعني الشيعة قال له خذ زعفران فأحد مكونات هذا الدواء زعفران ثاني شيء عاقر قرحة هسه ممكن ما يعرفون الأسماء لكن نعم. هذا بعد المعروف بعد لكن صناعته صعب يعني شوية اللي ما يعرف القضية ممكن يضرب نفسه لكن أنا من باب الطلب أقرأ الرواية فقط نعم. عاقر قرحة وسنبل سنبل الطيب قصته وقاقله هذا يعرفونه يعني عند الاطاطره يعرفونه وبنج يعرف وخربق ابيض هذا المكون يعني قليل نادر ما يحصل هذا المكون وفلفل ابيض واجزاء سواء وابرفيون جزئين يدق ذلك كله دقا ناعما وينخل بحريره ويعجن بضعفي وزنه عسلا منزوع الرغوة فيسقى منه صاحب خفقان الفؤاد ومن به برد المعدة حبة بمقدار حبة الحمصاية بمقدار حمصاية واحدة بماء, كمون يطبخ فإنه, فإنه يعافى بإذن الله تعالى فإذا هذه الوصفة التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتاب طب الأئمة فإذا الإنسان يقدر يراجع الكتاب ويشوف الوصفة بنفسه يقدر يطق بعض مكونات هذه الوصفة يكتب دواء الجامع ممكن تجي له إن شاء الله نعم. الوصفة يدخل على النت ويستخرج الرواية إن شاء الله ويعمل بها إن شاء الله لكن أقول أن صناعة هذه الوصفة شوي يصعب على المشاهد الكريم بحيث أن الأجزاء اللي موجودة في هذه الوصفة المكونات صعبه على ان الانسان يعرفهن او يعرف الاصل من المخشوش يعني مشكله يعني الان في زمن هذا المهم هذه الوصفه وهذه مكوناتها أحسنتم سماعه الشيخ بارك الله بكم ايضا لدينا سؤال اخر حقيقه من الاخت رتاج من العراق تقول ان لديها تقرح بالمعده وتحتاج الى علاج نعم عله تقرح المعده غالبا ياتي من شده البروده يعني اذا زادت البروده في المعده يتولد الالتهاب فيها والالتهاب العامل الاساسي لتقرح المعده السبب في ذلك يعني عدم مراعاه اصول التغذيه كما ورد عن امير المؤمنين عليه السلام يعني لا تاكل الا وانت جائع لكن مع الاسف لا ترعى هذه القاعده مضغ الطعام بصوره جيده مع الاسف كله صار الاكل بصوره حاله ابتلاع يعني بدل ان يمضغ الطعام وهذا يجيب يسبب الضغط على المعده ويسبب تقرح المعده. ثم بدء بالملح والختم الملح ان يعني يبدا الطعام بالملح بملح البحر ويختم بالملح ويجر يده يده من الطعام قبل ان يشبع. يعني انه ما دام يشتهي الطعام يجر ايده. ما دام الانسان كما قال امير المؤمنين يعمل بهذه الوصفه ابدا لا يبتلي بالام في جميع بدنه بالاخص في قضيه المعده والمعده بيت كل داء والحميه راس كل دواء، فاذا لابد ان نلتفت الى هذه القضيه. لذا ينبغي ان يتحامل المريض من عده امور، شنو هالامور؟ البهارات مضره لتقرح المعده الشاي والقهوه مضر الاطعمه المقليه بالزيوت سواء الاصطناعيه منها او الطبيعيه مثل كزيت الزيتون او مثلا دهن السمسم مثلا هذا هم مضر لانه ليس نافع البيبسي لا بد ان يمتنع الماء البارد مثلا اكل الزبادي الطرشي، كل هذا مضر لتقرح المعدة، لكن العلاج الاستغفار، الاستغفار الاستغفار، رعاية أصول التغذية كما ذكرناها، الصدقة، الحمد، العسل مع الحبة السوداء ملعقتين صباحا ومساء، خذ مقدار من الزنجبيل الطازج يطبخ مع مقدار من الماء بشعلة هابطة ثم يشرب منه. جدا نافع لتقرح المعده مع العسل ها مع العسل سويق الحنطه جدا نافع ملعقتين على الريق صباحا دواء الجامع للامام رضا كما ذكرناه سابقا دواء الجامع للامام رضا عليه السلام مع ماء الكمون مثلا ياخذ ملعقتين من الكمون الاسود في قدحين ماء بقدحين ماء يطبخ حتى يبقى قدح واحد قدح واحد بمقدار قدح يطبخ يطبخ, يطبخ يبقى قدح واحد ثم يصفى يأخذ مقدار حمص من دواء الجامع للإمام الرضا عليه السلام يمزجه مع هذا الماء ويشربه يكرر هذا العمل إن شاء الله تزيل عنه حالة ماذا؟ تقرح المعدة, المعدة. فإذا هذه قضية العلاج بالنسبة إلى تقرح المعدة هناك أمور يعني أخرى موجودة الحمية أهم من ال العلاج بالأخص مضغل الطعام وعدم استخدام الماء البارد وعدم شرب البيبسي وهكذا الأطعمة الوجبات السريعة جدا مضرة كالبيتزا وما شابه هذه الأمور مضرة للمعدة فإذا التجنب من هذه الأمور والتوكل على الله والاستغفار والحمد والصدقة أهم العلاج إن شاء الله أحسنتم سماع الشيخ طيب الله أنفاسكم نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع نواصل حقيقة الأسئلة المطروحة من شاء الله الساده المشاهدين احباء المشاهدين فاصل ونواصل ان شاء الله, إن شاء الله. اهلا ومرحبا بكم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه، متواصلين معكم وبرنامج طب اهل البيت عليهم افضل الصلاه وازكى السلام، وهذه الحلقات المخصصه لاجوبه الاسئله المطروحه من قبل الساده المشاهدين، ضيفي الكريم سمع الشيخ محمد حياكم الله سماح الشيخ. حياكم وبياكم حبيبي ان شاء الله. الله يحفظكم ويرعاكم، ان شاء الله ايضا نتواصل مع الاسئله حقيقه المطروحه على مر هذه السنه اللي عرض او عرض البرنامج برنامج طب اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام ايضا لدينا سؤال احد الاخوه من العراق ايضا يقول كيف نعرف اذا كانت الام الراس من الاكل البارد او الحار في المعده نعم تكلمنا سابقا حول الام الراس وقسمنا الالام اما تكون الالام من شده الحراره والجفاف يعني الام صفراويه يعبرون عليها واما الام دمويه من شده الحراره والرطوبه اللي يعبرون عليها بالام دم الم دموي. نعم. وعندنا الم بلغمي يعني من شده البروده والرطوبه، والم سوداوي من شده البروده والجفاف. فعلائم موجوده مثلا اذا ناتي ناتي الى قضيه الالم الصفراوي منشاه الالم شده الحراره والجفاف، ما شنو؟ علامه الالم عاده يبدا من الجبين اذا شفت الالم عاده هكذا يعني مو القضيه قاعده تامه لكل الامور لكل الالام لكن عاده ان الالم يظهر من الجبين ثم ينتشر هذا الم حار لا. هذا صفراوي وعلامه شنو بعد اكثر يزداد مثلا بشم الروائح الحاده اذا الشم رائحه حاده يزداد عندك الالم مثلا واحد ما يقدر على أن يشم الحرمل أبدا بس يشم الحرمل راسه يقوم يوجعه يتبين أن راسه مألمة من شدة الحرارة خب علاجه شنو؟ أفضل علاج إلى الحجامة الحجامة في الرأس نعم. إذا عادة أن هذا الألم يظهر عند الرجال عند الرجال هذا المرض الحار يعني الألم الحار موجود عند الرجال قليل النساء يبتلون بهذا الألم ألم الحار يشتم الرائح الروائح الخفيفة يعني مو الحادة جدا نافعة لهذا المرض لعلاج هذا الألم وإما يكون الألم من ازدياد الدم في البدن كما عبرنا عنه, عنه بالألم ماذا الدموي هذا كذلك يبدأ من الجبين وينتشر في كل الرأس كذلك أنه هذا هم ألم هم حار ويوجد في الشقيقة نوع من الضربان يحس نبض موجود في الشقيقة هذا يدل على انه المه حار ورطب. نعم. افضل علاج لهذا الانسان ان يحتجم في راسه. الحجامه, الحجامة في الراس. نعم. الحجامه تدفع الصداع من الراس. بعد او كذلك اذا يستشم روائح حاده كذلك يزداد عند الالم، حتى الماكولات اللي سال الاخت على أن أي مأكولات المأكولات ذوي الطبيعة الحارة حينما يأكلها الإنسان وإذا أنت تشوف الألم يزداد مثلا تجي تأكل فلفل الفلفل إذا الإنسان يقوم يأكل يزداد عنده ألم الرأس أو يأكل كثرة لحم لحم الغنم حار فيزداد عنده الألم يتبين أن هذا الألم من ماذا؟ من شدة الحرارة, البرودة. الحرارة. نعم. نتكلم عن الحرارة الدموية يعني نعم. من الحرارة والرطوبة نعم. نعم. فإذا الحجامة أفضل علاج كذلك تقطير الدهن البنفسج في الأنف جدا نافع لجميع آلام الرأس نافع كذلك غالبا, تظهر عند الرجال أكثر يعني هذا الآلام تظهر عند الرجال أكثر من النساء الآلام الناشئة من شدة البرودة والرطوبة ما يعبرون عليها بآلام البلغمية هذه كذلك تظهر من خلف الرأس لا شوف الفارغ بين اللي تظهر من الأمام يعني من الجبين وبين اللي تظهر من ماذا من خلف الرأس والرقبة تنتشر على الرقبة وعلى خلف الرأس فهو ألم بارد ورطب فتزداد يعني هذه الآلام عند إصابة البرودة مثلا يجلس تحت المكيف ما يتحمل هذا البرد تبين أن ألم رأسه من شنو هو من البرودة أو يأكل مثلا الزبادي او ياكل طرشي يزداد عند الالم ما يتحمل فاذا تزداد الرطوبه والبروده فيزداد الالم فهذا الم ماذا الم بارد جيد جدا ان يدل يدلك الراس بدهن السمسم جدا نافع لازاله هذا الالم كذلك تغطير في الانف دهن البنفسج دهن البنفسج اذا يقطر بالانف فهو نافع وعندك لا الالام الناشئه من البروده والجفاف يعني الام سوداويه يعبرون عليها بارد وجاف ذاك بارد ورطب غالبا كذلك ياخذ هذا الالم ياخذ جميع الراس يعني ما يبدا من منطقه واحده ياخذ كل الراس فعلاجه شنو هو علاج الحجامه مرحلتين بين الكتفين هذا اول شيء في وسط في وسط كل شهر قمري مرحله واحده ثم في الشهر الثالث حجامه الراس يعني يجي مرحلتين الشهر الثالث يحجم الراس, يحجم الرأس. نعم. ثم في الشهر الرابع حجامه حجامه خلف الاذن مم. ثم تقطر دهن السمسم في الانف عند النوم ليليه ليليه هذا العلاج لهذا الالم الم الراس لكن الاهم الاستغفار الصدقه، الحمد، وهناك الذي دائما رأسه يؤلمه، جاء رجل واشتكى عند الإمام الصادق والباقر الباقر عليهم السلام، فقال اشتكى من رأسه دائما يؤلمه رأسه، فالإمام قال الآن ادخل إلى الحمام قبل أن تبدأ بأي شيء يقول تأخذ سبعة أكف من الماء وفي كل مرة تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تضعها على رأسك، سبع أكف الصب على راسه كل ما مره بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يقول ففعل هذا الرجل هذا العمل واذا برئ من الم الراس فمهم ان الانسان اذا دخل الى الحمام ان ياخذ مقدار من الماء سبعه اكف فيضعها على راسه وفي كل مره يقول بسم الله بسم الله او بسم الله الرحمن الرحيم فهو نافع لألم الرأس فإذا قضية الأطعمة أو الأطعمة الباردة والحارة إذا أكلت الطعام ذو الطبيعة الحارة يزداد الألم فهو ألم حار وإذا أكلت الأطعمة الباردة فازداد الألم فهو ألم بارد فألم الحار من الجبين يظهر وألم البارد من خلف الرأس هذا بالنسبة إلى جواب هذه الأخت أحسنتم طيب الله أنفاسكم سمع الشيخ أيضا لدينا أخت من العراق تقول أن زوجها عند ضعف حقيقة وتريد طريقة وصفة عن طريق البرنامج الرائع كما تصف الأخت عمر الزوج 28 سنة سماعة الشيخ ظاهرا تكلمنا عن عدم الإنجاب في قضية يعني علله وعلاجه لكن تتميما للفائدة وإجابة لهذه الأخت نقول الاستغفار جاء رجل واشتكى عند الامام الصادق عليه السلام قله الاولاد فقال الامام عليه السلام عليك بكثره الاستغفار لان القران الكريم وقلت القران الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين يعني تريد مال استغفار بنين تريد استغفار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا دنيا وآخرة موجودة في ماذا؟ بكثرة الاستغفار فقال الرجل فقمت أستغفر الله أستغفر الله يوميا مثلا ثم مرة أو أكثر أو سبعمية أكثر يستغفر يقول فرزقه الله عشرة من الأولاد ببركة كثرة الاستغفار فعليك فعليه هذا الزوج الكريم فعليه أن يستغفر بكثرة الاستغفار أو مثلا رفع الصوت بالأذان في أوقات الصلاة وقت الصلاة الزوج يرفع صوته بماذا؟ بالأذان, بالأذان. نعم. الإمام رضى عليه السلام أوصف هذه الوصفة لرجل قال عليك برفع الصوت في أوقات الأذان أن تؤذن في البيت نية تسمية الولد علي أو محمد جدا نافع أن ينوي الرجل أن إذا الله رزقها إما يسمي محمد إما يسمي شنو هو كذلك الزوجة تنوي أن تسمي ولدها إما عليا وإما محمد ماء السماء بذلك الترتيب الذي ذكرناه أن يقرأ عليه من الآيات والأذكار ويشرب منه الزوج والزوجة سبعة أيام متواليات يعني عند الصباح وعند المساء يشرب من هذا الماء، هم الزوج هم الزوجه، الجماع في اخر الليل فهو اقرب لانجاب الاطفال ان شاء الله. الحجامه عده مراحل بسبب حالة يعني بحسب حالة المريض، عده مراحل بين الكتفين على العصعص مثلا، هذا لابد ان نرى حالة المريض، المهم الحجامه عموما هي نافعه لهذا الرجل، الهندباء جدا جدا نافع. اللي اهل البيت عليهم السلام يقولون إذا واحد راد أن أولاده يكثرون عليه بك... بأكل ال... الهندباء جدا نافع إما طازجا وإما جافا ماكو فرق إذا جاف كان يوميا ياكل ملعقة ملعقة كبيرة ياكل ويشرب عليه ماء هذا طريقة الأكل وإذا كان طازج يأكل ليلية سبعة أوراق منه سبع أوراق يأكل من الهندباء اللحم بالبيض اللحم بالبيض جدا نافع يعني ياكل مع اللحم البيض جدا نافع، البصل بالبيض كما قال الامام سلام الله عليه في الكافي قال استغفر الله وكل البيض بالبصل، يعني هم الاستغفار وهم اكل البيض بالبصل. تنظيم برنامج غذائي يعني بحسب حاله المريض. ابعاد الهاتف الجوال عن نفسه بالاخص من غرفه النوم. نعم. جدا يضعف الرجل جدا جدا يضعف الرجل عدم اليأس من طلب الأولاد يعني لا يصير عنده يأس اللي بعد الله ما يرزقني واقعا ما يرزقه لكن يخلي يصير عنده أمل بالله تبارك وتعالى الحمد والصدقة يصنعان المعاجز عليهم بالحمد في الجيب سبعة إلى سبعين مرة والصدقة من المأكولات بيدهم إلى الفقير وطلبوا الدعاء منه فهذه الامور ان شاء الله نافعه لانجاب الاطفال ان شاء الله بجاه محمد وال محمد. اللهم صل على الله محمد. اللهم صل على محمد. احسنتم سماع الشيخ طيب الله يحفظكم آه الجواب كان واضح ان شاء الله الى الاخت من العراق آه اكيد يتابع البرنامج ان شاء الله ويوصلهم الجواب. ايضا لدينا سؤال اخر سماع الشيخ من الاخ حسنين صافي ايضا من العراق يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه ممكن علاج للشعر الابيض طبعا الكثير والكثير سمع الشعر اي نعم عفوا مقاطعه لك لا نحن هم حسن صارت نعم. بيض نعم هو اكو يعني اعمارهم نشوفها قليله نعم, نعم. ولكن مبتلى نعم نعم. بهذا الشيء غالبا ابيضاض الشعر قبل سن الأربعين حاله غير طبيعيه ان نعم. لم تكن حاله وراثيه اذا كانت حاله وراثيه ذاك بحث اخر ذاك وراثه نعم لكن قبل سن الأربعين يبتلي بإبيضاض الشعر فهي حالة غير طبيعية إبيضاض الشعر غالبا يأتي من شدة البرودة من شدة البرودة والرطوبة بالأخص في منطقة الرأس إذا ازدادت الرطوبة والبرودة في منطقة الرأس يعني بالأخص يزداد عند الإنسان شنو يزداد عنده الشعر الأبيض أكثر وأكثر فاذا عندما ناتي لابد ان يحتمي الحميه من الاطعمه ذو الطبيعه البارده والرطبه مثلا الماء البارد جدا مضر البيبسي جدا مضر الوجبات السريعه كالبيزا وما شابه هذه الامور جدا هو يساعد على ابيضاض الشعر الان ترى كثير بالاخص الشباب قد ابتلوا بابيضاض الشعر هذا سببه عدم المراعاه في الماكولات العلاج أكل العسل مع الحبة السوداء ملعقتين في اليوم يعني ملعقة مساء وملعقة صباحا أو العسل مع الإهليلج الأسود يعني يطحن الإهليلج يخلطه مع العسل ويوميا يأكل ملعقتين تدهين الرأس ليلياً بزيت الحبة السوداء جدا نافع يعني يوقف عملية ابيضاض الشعر لأن نحن لا نقول حتما انه يزيل لكن على مر الزمن ممكن ان تزيل هذه الحاله على مر الزمن، لكن يوقف عمليه ابيضاض الشعر. غسل الراس بمطبوخ الحبه السوداء بعد الاستحمام يوقف عمليه ابيضاض الشعر، لابد من استمرار العمل استمرار العمل اقلا الى سته اشهر. يعني يستمر القضية إلى أن يتوقف أبيضاض الشعر إن شاء الله ممكنهم يرجع وأكو يوجد يعني ناس رجعت رجع شعرهم أسود كما كان فهذا بالنسبة إلى علاج أبيضاض الشعر أحسنتم طيب الله أنفاسكم سماح الشيخ الله حفظك وقتي انتهى للأسف لهذه الحلقة سماح الشيخ أحمد دريس الإحساء شكرا الله يحفظك وإيدك إن شاء الله بالخدمة نعم احبائي المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من برنامج طب اهل البيت عليهم افضل الصلاه وازكى السلام نذكر الساده المشاهدين بالصفحه الموجوده على الفيسبوك لابداء ارائهم واستفساراتهم وايضا الانتقادات باسم الرادود والاعلامي حسين الاميري تقبلوا تحياتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته